مين؟ رحنا جيبك انا ريمون. ايوه ريمون. انا اسف ما بحب ازعجك، بس اتصل ابو القاسم وبسلم عليك وحاب يشوفك، ويا ريت تكون جاهز بعد ربع ساعه باللوبي، راح يبعث لك السائق. طيب اتكل على الله انت، انزل وانا حستنى تحت. استنى انت بتبص على ايه؟ لا لا انا ما عم بص على شيء. لا انت كنت بتبص على الشنطه. اسمع بقول لك، احنا عندنا الشنط في مصر حرمه زي الستات بالظبط، يعني اللي يبص لشنطه غيره اكنه بيعاكس مرات غيره بالظبط. انا اسف لا تؤاخذني، السلام عليكم. مع السلامه. كبرى هنا عند بوابة فاطمة، وقد عاد المعتقلون السياسيون إلى أحضان ذويهم بعد سنوات من السجن الغير مبرر والانتهاكات اللا إنسانية لهم من العدو الإسرائيلي الغاشم. كما رصدت أيضا كاميرا المنار بعض الحالات الإنسانية هنا عند بوابة فاطمة، حيث التقى هذا الشاب طارق الذي كان أسيرا في السجون الإسرائيلية لمدة 16 عاما بأبيه الحاج زياد من غزة، فكانت هذه اللقطات المؤثرة. الله ينصرهم جماعة حزب الله. شوف يا أستاذ، شوف الفرحة اللي عامة هون، كم عيلة فرحوا وفكت هالأسرة. ربنا ما يحرم حد من أهله وبيته ورموع. رجال تبعي أستاذ بيحكوا لي كيف النسوان لما بتبكي وبيغمى عليها لما بتشوف أخوها ولا أبوها ولا جوزها، وهذا الشيء ما بيعرضوه بالتلفزيون. والرجال تبعك دول شافوا ده فين؟ كلام بسرك أستاذ، أنا أخذ القهوة الصغيرة على بوابة فاطمة، يعني بيع فيها قهوة وشاي مشان الأهالي. الله، أنت واخد كمان البوفيه بتاع بوابة فاطمة؟ ما بتعتقش انت ريمون ها؟ أكلها ايش يا أستاذ؟ ريمون؟ نعم. أنا جاي من طرف أبو القاسم مشان آخذ الأستاذ ناجي عطا الله. هاي الأستاذ ناجي عطا الله. تفضل أستاذ، تفضل. مع السلامة أستاذ. والله هالزلمة وراه شي سر كبير، ولا شو هالشباب اللي معهم، ولا هالشنات اللي حاط اياهم بالسويت. Thank you.
اهلا وسهلا استاذ ناجي. الحمد لله على السلامه. ابو لازم؟ ايوه ابو القاسم تفضل. عجبتكم الشام؟ والله احنا لسه واصلين حالا، ما لحقناش نشوفها. يا سيدي معكم وقت، لانه راح تعيدوا معنا هون بالشام. لا عيد ايه؟ احنا عندنا شغل كتير في مصر مهم. احنا لو قدرنا نسافر حالا يا ريت. للاسف شركات الطيران كلها مكمله. طبعا هذا الحكي كله قبل العيد. بس ان شاء الله راح تبقوا معنا يومين ثلاثه. ولحتى تقدر تمشي انت والشباب يلي معك لازم تلتقي اكثر من حدا لحتى ترتب هذا الموضوع. يا سيدي لو كنت محمل شحنتك حلويات شاميه ما راح تقدر تطلع هاي الكميه كلها. والله يعني حنفضل قاعدين في سوريا ولا ايه؟ بس لبعد العيد ان شاء الله الامور راح تلحلح شوي وراح ارتب كل الامور. استاذ الشام حلوه وراح تنبسطوا فيها، انا متاكد.